يوسف ان مره يكون في هذه المستقاة من العقيده السوفيتيه وهذه المستقاة من العقيده الغربيه واخرى من الشرقيه، هذه المستقاة من العقيده العراقيه العربيه. وإرادة مليئة بالغطرسة والغرور. كانوا يصورون أنه بإمكانهم أن يحولوا عرب الخليج إلى خدم له، وكانوا يقيمون هذا الاعتبار على أساس الحجوم لأنهم أكبر حجما من دول وإمارات الخليج، فيجب إنسانهم أن يحولوهم كما توقعوا أو تصوروا إلى ناس يتمرون بوامر. وكان مستوى العراق، بل ربما كانوا يتوقعون أنه حتى بإمكانهم أن يحول العراق إلى خادم، إلى تبع صغير ذليل، وهكذا كانوا يتصورون لباقي